ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. إليك أحمد. نحييكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الرابع، وهناك إقبال كبير منذ أن فتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 10 صباحا لجمهور ومحبي القراءة من مختلف دول العالم، سواء من مصر أو من الدول العربية أو من الدول الأجنبية. بالتالي نتحدث عن إقبال كبير من المواطنين الذين جاءوا للمعرض هنا في التجمع الخامس للاستفادة من العروض الكبيرة والكثيرة التي يقدمها الناشرون والعارضون هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. إجمالا اليوم شهد مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، نعرض منها مجموعة من الندوات التي أقيمت في خمس قاعات، منها قاعة صلاح جاهين، القاعة الدولية، بالإضافة إلى قاعة الشعر، وأيضا قاعة فكر وإبداع، والقاعة الخامسة هي قاعة الصالون الثقافي. هذه القاعات الخمس تقام فيها فعاليات وندوات ثقافية وفنية متتالية. من بين هذه الندوات التي أقيمت اليوم ندوة عن صناعة المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى ندوة عن الكاتب الكبير بهاء طاهر، وأيضا الكاتب الكبير الدكتور طه حسين، وأيضا عن صلاح جاهين وهو شخصية المعرض لهذا العام في دورته 54. أتحدث أيضا عن فعاليات ثقافية أخرى، منها أمسية شعرية من الأردن والتي أقيمت اليوم في تمام الساعة 6 مساء، بالإضافة إلى فعاليات أخرى وندوات، من بينها ندوة عن مستقبل أزمة الطاقة العالمية، وأيضا ندوة عن التراث الثقافي غير المادي. وبالتالي نحن نتحدث عن مقصد ثقافي كبير لمختلف الأسر المصرية والعربية، وأيضا لزوار مصر من الأجانب الذي جاءوا للاستفادة من هذا الصرح الثقافي الكبير، سواء من الكتب الكثيرة الموجودة أو من الكثير من الفعاليات والندوات الثقافية التي تقام على مدار هذا اليوم. أشير إلى أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحا وحتى 8 مساء، ويستمر يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساء، وبالتالي نتحدث عن إقبال كبير من الجمهور على هذا المعرض الذي تحل فيه الأردن ضيف شرف هذا العام. إليكم زملائي في الاستوديو.